السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. كالعاده عارفين كل يوم سبت وحد بنحاول دايما نعمل مع حضراتكم اكلات تكون خفيفه بسيطه، والهدف منها اي حد يخش المطبخ يعمل اطباق بكل سهوله. حتى كمان بنحاول نركز في فكره السبت والحد بالاخص كل طبق يكون ليه فاصل او كل فاصل بالطبق كامل، بحيث ان احنا نبقى ماشيين على الطبق ما نتوهش حضراتكم في بعض الاكلات، عشان بس اخواتنا الشباب لو حد بيخش المطبخ لسه جديد ما يبقاش حاسس ان الموضوع فيه هنا وهنا. فبنحاول دايما نكون مقسمين الثلاث اطباق على ثلاث فواصل او الاربع اطباق على اربع فواصل حسب اللي موجود معانا. المنيو النهارده عندي سهل جدا وبسيط. عندي شوربه بروكلي بتتعمل بالكريمه والجبنه، هنشوف بتتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي ربع كيلو فراخ، او نقول مثلا نص كيلو فراخ حسب الكميه اللي عندنا، هنعملها بطريقه حلوه جدا بطريقه التشيلي صوص بس مع البطاطس، ويطلع معاها كمان اونيون رينجز مع حضراتكم او بصل محمر بالفيجيتار بتاعكم نور مع الخضروات، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث عندي كده بشكل بسيط لحمه شرايح زي الشاورما مع تشكيله كبيره جدا من خضار، هنعملها كده طاجن بس بقطع الجبنه على الوش وبالخرشوف. الموضوع النهارده سهل جدا وبسيط جدا جدا، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على ثلاث اكلات اسهل من بعض. اول حاجه عندي هشتغل فيها مع حضراتكم هو طبق اللحمه مع الخضروات. الخضار اللي هشتغل بيه او الخرشوف بالاخص هو الطبق النهارده، يعني لحمه بالخرشوف، ولكن هنضيف عليها تشكيله حلوه من الخضروات زي عندي المشروم، زي عندي كمان البصل، الفلفل الالوان، وكالعاده بنحط الفلفل على اخر الطبخه عشان ما يبقاش مستوي زياده عن اللزوم. نحط له كمان مكعبات الجبنه، هنشوف الموضوع ماشي ازاي واحده واحده. الطبق الثاني شوربه البروكلي اللي عملناها من اولها لحد اخرها ان شاء الله بالكريمه والجبنه. الطبق الثالث ده مقدم لحضراتكم من كنور فاين فودز للفيجيتار او الفيجيتار بتاع كنور، هيبقى البصل المحمر بالفيجيتار، هيطلع معاه كمان طاجن صغير جدا من الفراخ مع البطاطس مع كمان البصل بس بالتشيلي صوص او بصوص الفلفل المسكر. هنشوف بتعمل ازاي، مش مسكر اللي هو هيكون مسكر، هو اسمه كده يعني، بس انا بحاول دايما اوضح الامور بكل حاجتها. لا ياخد توم وياخد بصل وكل حاجه، مش هيبقى سويتي او اللي هو يبقى فيه سكر كتير ولا حاجه. طيب هنبدا الاول في طبق اللحمه. شرايح اللحمه دي مهمه جدا نختارها، او نختار حته لحمه واحنا بنجيبها من عند الجزار، نقول له عايز مثلا حته لحمه كده تكون مثلا عشان ما نتوهكمش بانواع اللحمه كتير، ممكن نقول له قطعي لي حته لحمه تمشي للشاورما اللي هي تتشوح بسرعه، تبقى معايا مستويه بطريقه سهله جدا ومتقطعه ناعمه جدا. بص كده يا حماده، حتى كمان بجيب كميات قليله. بص كده الكميه عامله ازاي اهي، بص التقطيعه حاجه كده ورق اهي، شايفها اهو. تمام، هنبدا نشتغل بيها. نجيب كسرول كده او حله سخنه ونبدا نسيبها تسخن كويس، ونحضر حاجتنا واحده واحده بشكل بسيط عشان خاطر برضو نكون شغالين على مزاج. اول ما الطاسه تسخن هديها عندي سن الزيت، سيبها شويه يعني اسخن الزيت الاول عشان عايز اصدم اللحمه ما نطلعش منها ميه، وابدا اشتغل بيها بطريقه سهله جدا وبسيطه. هجيب عندي بالمره كده عود زعتر او روزماري لو عندي زي كده مثلا، خلينا اللحمه بتحب الروزماري اكتر كده اهو، وناخد الزعتر للفراخ نفرم حته الروزماري دي فرمه كده حلوه، ونتبل بيها اللحمه مع زيت الثوم تديني نفس كويس. طب مش تحط ثوم ليه؟ اقول لك والله لو حطينا الثوم دلوقتي واحنا بنشوح، الثوم مفروم كالعاده هيتفرم يعني سهل، ولكن هيتحرق بسرعه جدا، وهو ده اللي انا بخاف منه في اول الطبخه. الثوم او البصل لما بيتحرق في اول الطبخه بتحس ان الطبخه فيها حاجه مرسوعه، تبقى حلوه وجميله، ولكن في حاجه هتبقى غلط. ادي حبه الاعشاب اللي حطيتهم بالشكل ده كده، فلفل اسود، وكمان هجيب عندي زيت الثوم سنه كده بسيطه، شايفها يا حماده اهي، بس كده هقلبهم مع بعض كده اهو، سنه ملح بسيطه عشان ما ارجعش تاني اتبل، ريحه الثوم عاليه جدا مع الزعتر او مع الروزماري، الاعشاب عامه بتدي نفس كويس قوي. هعمل كده، بسم الله. وابدا اقلب لحد ما افلفلها شويه، وابدا اشتغل واحده واحده ببقيه المقادير. ممكن تبقى فراخ الطريقه دي لو حبينا، وممكن تبقى لحمه، انا بس بتكلم فكره ان احنا لو عايزين نعمل حاجه سريعه
وسهله. في ريحه عاليه جدا، فلفل اسود موجود، ملح موجود، فكره الروزماري او الزعتر لو مش موجود عندي فريش اجيبه من عند العطار برده زي الفل. خلاص كده اللحمه دي استوت، هبدا انزل عندي بقديري واحده واحده زي البصلايه الحلوه دي كده تنزل برده. شفت اللحمه قد ايه استوت؟ ما كملتش. وراح مقلبهم كلهم مع بعضيهم. عشان كده اول كلمه قلتها نختار نوع اللحمه، نوع اللحمه هو اللي بيفيدني ويخليني اشتغل وانا مطمئن. لو التقطيعه حلوه واللحمه مش حلوه ده برده مش موضوع يعني مش لطيف. لكن اهم حاجه حته اللحمه تكون من نوع كويس، يعني ما اجيبش حته موزه واقطعها رفيع جدا لكنها شاورما وتقول لي بالاخر هتستوي بسرعه. اقول لك لا، هتقعد شويه وهتاخد وقت ونقعد ساعه نسوي حته اللحمه عشان يبقى ليها طعم. الافضل ان احنا نشتغل بحته لحمه تكون مثلا من وش الفخذ، حته من حته الفليتو، حته كده من ظهريه تكون بسيطه ناعمه ايش ناشفه. بقلبهم مع بعض وببدا اركن كده شويه كالعاده في حته سخنه كده وابدا انزل هنا باللي انا هشتغل بيه. اجيب عندي معلقه ثوم بقى كامله، معلقه صغيره يعني اللي هي تكون مثلا فص فصين بالكتير قوي اهو، شايف احمد كده. وهبدا كمان ادلعهم مع مكعب زبده اهي كده واسلحهم مع بعض الاول بالشكل دوت، يدوا نفس عالي جدا. الطريقه دي اي حد يخش المطبخ يعملها بدون مبالغه اول ما احس ان خلاص الزبده اتشوحت كويس قوي مع الميه اللي نزلت من البصل وطعم اللحمه اللي في الطاسه مع الزبده والثوم ما استناش لما يتحرق، انزل بسرعه بالخرشوف خرشوف اسكان فريش او فروزن بنزل بيه برده يتشوح معاهم تشويحه حلوه كده. وراح لامم كله مع بعضه اهو. هي الفكره في ايه؟ ان انا بسوي كل حاجه في نفس الحله مع بعضيها، كل حاجه تاخد حقها بشكل يكون بسيط وسهل. فكره الجبنه المكعبات دي كلنا عارفينها، احطها في الاواخر مش شرط تسيح او غيره حسب انا عايزها ازاي. انا مش هعمله بشاميل فمش محتاج ان انا ادخلها الفرن تاخد جراتين والحاجات دي، ممكن اقطعها قطع صغيره واديها تقليبه اخيره في اخر حته في الحله تديني النفس اللي انا عايزه والطعم اكيد برده والاضافه قوام الجبنه اللي انا عايزه يبقى عامل ازاي. كده اهو، او ممكن هعمل فيها اختراع حلو قوي جه على بالي دلوقتي هعملها برده وانا شغال. اوسع على نفسي وانزل على طول بالمشروم كده اهو وفلفل الالوان. انا ما اعتقد هي خلاص بتخش من تسويق اكتر من كده، بحط دايما المشروم والفلفل الالوان في اخر حاجه في الطبخه كاني بحط خيار مخلل حاجه كده واخده تسويه اوريدي يعني وراح لامم ده كله مع بعضه بالشكل ده كده اهوت. هسيبهم دقايق بس اغطي عليهم عشان يتبخروا فالبخار ده يجيب ميه فيبدا يسوي لي حاجه. طب ايه الاختراع اللي بتتكلم فيه على فكره الجبنه؟ الجبنه مكعبات زي حضراتكم عارفينها اهي بالشكل ده كده اهو. المفروض انا كنت اقطعها احطها على الوش ولكن انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي برده لطيفه وده غالبا ممكن يتنفذ دلوقتي اني يعني نبص مثلا ماشي. هجيب الهاند بلندر ده واجيب عندي الكبه بتاعتي اخد بس منها الجزئيه دي واروح اعمل كده كله واحنا شغالين واروح اعمل كده بسم الله تمام. وهجيب عندي كوبايه واروح جايب عندي الجبنه بتاعتي كده اهو اربع خمس مكعبات جبنه جميل وراح جايب حبه كريمه من بتوع الشوربه صغيرين مش كتير واروح عامل ايه؟ جايب عندي سنه زيت زيتون واروح جايب عندي الهاند بلندر بسم الله بس كده شايف الجمال في ثانيه. لو مفيش الخلاط ده عندنا في البيت الشوكه او المضرب ونقلب كويس الموضوع هيبقى زي الفل. هعمل كده واروح جاي عامل التقفيله بتاعتي نازل كده
شايف الكلام؟ دي الجبنه. خلاص كده خلصانه، عايز احطها في الفرن، عايز مش عايز انا كده زي الفرن. ابهر بقى من دلوقتي، انزل بس بقيه الجبنه عشان خاطر خساره. دي كده شبيهه للجبنه المطبوخه، وارفعها من على النار. تبهرت عن ايه؟ ادي عندي سنه فلفل اسود او ابيض، وكمان سنه ملح، ولو حبيت ادي سنه بهارات من عندي براحتي. ده بقى مع كيس مكرونه مسلوق، انسى. ونغرف على طول الطبق، اسهل حاجه في الدنيا. عايزين نخليه سبايسي براحتنا، عايزين زي ما هو كده براحتنا. اجيب عندي طبق وكان المفروض تخش في باريكس. طب يلا مش مشكله، كده اهو كميه بسيطه تعمل اللي انا عايزه كله. ونقرنشها برضو بطريقه بسيطه عشان نعرف احنا بناكل مثلا اللحمه دي فيها مثلا روزماري او زعتر، نديها برضو من نفس الروح بس قرنش كده مثلا، ونديها سنه زيت زيتون بسيط قوي على الوش، وبيطلع معايا الطبق بالشكل ده. خلاص خلصان وسهل جدا وبسيط. ده اول طبق لحضراتكم، هنخش في الطبق التاني ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمة هنية. طيب كنا قبل الفاصل عملنا طبق ما كملناش الفكره، بس انا بعيد وازيد في كل فاصل وانا برجع. السبت والحد دايما بنعمل اكلات سريعه جدا موجهه لكل اخواتنا الشباب وللبنات اللي بيحبوا يخشوا المطبخ، حتى لو كان لاول مره. الموضوع يكون بسيط جدا، ما فيهوش تكاليف كتير، ما فيهوش تفاصيل كتير، ما نحاولش نحسس حضراتكم ان احنا بنعمل مهرجان الاكل في يوم بسيط ممكن نقدر نمشي بيه اليوم، ما يبقاش برده في تكلفه عاليه. وكمان بنحط فكره برده ست البيت اللي بتطبخ طول الاسبوع، عامله طواجن وعامله صواني وعامله حلل وعامله مش عارفه ايه، فنيجي النهارده حتى لو حبينا نكسر الروتين بحاجه بسيطه وبرده اكل وزي الفل وبالهنا والشفا لحضراتكم. طيب الطبق الثاني هيكون عندي هخش على شوربه البروكلي، او ممكن هخش على الفراخ، وبرده اخلي البروكلي في الجزئيه الاخيره من الفاصل ده عشان بتغلي زي ما حضراتكم عارفين، او بتاخد وقت في السلق بتاع البروكلي للشوربه، فيبقى برده عملنا الحاجتين بشكل يكون مقارب لبعضه. طيب ايه الفكره في فكره الفراخ؟ الفراخ بالتشيلي صوص، او الفراخ معموله بطريقه الصوص الفلفل اللي هو مسكر بيتجاب من السوبر ماركت كلنا عارفينه، ما هياش حاجه كبيره يعني ولا حاجه غاليه، بناخد منه حبه صغيرين، حابين حابين مش حابين ممكن نشيلها برده من الحسبان خالص يعني لو حابين. طيب بحضر عندي الفيجيتار بتاع كنور اللي هو بالخضار، بجيب عندي اربع خمس اكياس حسب اللي عندي، وهبدا احضر عندي كمان بصل اللي هو اللي هحمره، بجيب عندي بصل كبير بقطعه بحجم يكون كبير زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنتبله برده مع حضراتكم، وهنعمل له كمان تتبيله حلوه و يعني خلطه اللي هي بتبقى عباره عن مثلا كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه لبن، واحد عدد بيض، وادي له سنه خل. الخلطه دي احنا دايما بنعملها مع حضراتكم في المقالي اللي ما بنحبش تشيل زيت من التحمير، هنشوف واحده واحده برده مع حضراتكم. بجيب نص كيلو من الفراخ، حلو نص كيلو من الفراخ دي، يعني مش نص كيلو فراخ، من الفراخ. وبجيب عندي بطاطسايه وبصلايه وحبه التشيلي صوص اللي حضراتكم شايفينه، من هو ده، هو ده الصوص. حلو الكلام؟ طيب عندي طاسه سخنه تسخن كويس، والفراخ دايما لو فيها حبه ميه زي دول، شايفهم يا حماده؟ شايفهم؟ ما بشتغلش بيها، يعني ايه؟ يعني لازم انشفها عشان ما بحبش يعني او اشطفها، يعني ايا كان الموضوع. حبه الميه دول انا شايف ان هم من وجهه نظري يعني ممكن يزفروا الدنيا، ازاي؟ والله انا قلبي بيقول لي كده. فالافضل نصفي حتى لو ندعت ميه. ونديها كمان شطفه ميه عادي جدا اهو. دي فراخ. بس. بتفرق في ايه بقى؟ بتفرق في نظافه الاكل، يعني لما تيجي نحط دلوقتي الفراخ على الطاسه فيها سنه الميه اللي نازله منها دي، لو شكينا فيها الافضل الافضل
نشتغل يعني على مزاج شويه، يعني مش هنخسر دقيقتين من وقتنا لما نصفي الميه دي، مش هتخسر حاجه. تعال حضر حبه زعتر عشان نتبل بيهم برضو الفراخ. مش عارف ليه رايح جاي على الزعتر، طب ما تجيبوا لي الزعتر هنا، ولا هو يعني مش عارف. يقول لك لا اسيبه في الترابيزه في الاخر عشان يبقى شكله حلو مع الغرف. طب ماشي، وانا اروح واجي انا عشان الزعتر. طيب هفرم الزعتر الفريش، لو عندي ناشف بيبقى بيتجاب من عند العطار برضو، فرمه حلوه كده صغيره. لازم يكون ناعمين جدا عشان بس ما يتحرقش مني وانا بشوح. حتى لو في عيدان بتتفرم بتبقى برضو نفسها عالي جدا في الموضوع. بس كده. ادي عندي الزعتر المفروم، وعندي كمان الفراخ بتاعتي برضو اتصفت، واجيب عندي بوله فاضيه واحط فيها حبه الزعتر دول كده اهو. وعندي الفراخ تكون اتصفت. بص الميه بقى هنا بقت نضيفه ازاي. انا بس احب دايما اكون واضح في كل الحاجات دي، وانزل كده وارفع الزفاره دي خالص و اجيب عندي المعالق اللي اتحطت على اللي قطعها ورا ما اعرفش ليه، سنه بابريكا مع حبه فلفل ابيض. شايف الفلفل الابيض مع البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الارناؤوطي. حلو كده، حلوه. فاكر انت حوار تقريبا حلوه دي يا حماده ولا مش فاكرها؟ لا ده ما تحورش، انت صريح. لا انت جميل. تقريبا حلوه دي اللي احنا قعدنا نتريق عليها زي زغروطه حلوه كده، فاكر؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ايوه يوم حلتنا وفرختنا صح كده. كنا برضه مره بنقلش كده وقاعدين بنهزر، حضراتكم فاكرين قعدنا نتكلم على موضوع الناس اللي بتقول حلتنا وميتنا وطبختنا، نفس الموضوع برضو بتبقى فيها فكره يعني اتنا اتنا كله اتنا. بتتبله كده زي ما حضراتكم شايفين، بسيطه جدا. يبقى عندي سنه زيت بس في الطاسه، وعلي النار شويه على الطاسه دي عشان عايز انزل بتشوك لطيف يديني لون حلو جدا من البابريكا اللي عملته. وكمان البابريكا ده حلاوته ان هو مش شطه، ما فيهاش شطه خالص كده اهو. وابدا اظبط نفسي هنا. عندي الحله دي هشتغل بس في فكره البروكلي، عشان اساسيات البروكلي سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه خالص. حتى نعملها الجبنه عندي سهله، حتى في اخر الطبخه اجيب عندي البروكلي. البروكلي دايما بشتغل بيه بفكره ان هو يكون بعدانه، يعني ان هو بص بحاجته كلها اهو شايف كامل، لان ده كله هيتضرب في الخلاط فلازم ياخد وقته شويه في السلقه بتاعته ويبقى مظبوط معايا. بديله عندي سنه زيت في الحله برضو، وبجيب عندي الاول البروكلي مغسول غسله نظيفه ومنقوع. بص كده الميه اللي واقعه منه شايفها. النهارده يوم الميه، انا بس بحب ده يعني ايه اوضح بس. شايف الميه عامله ازاي؟ ميه نظيفه. واعمل كده بسم الله وادي كده اهوت. واجيب عندي بصل وكرفس وكرت براحتي خالص عشان يديني طعم كويس، وابدا اقلبهم مع بعضهم او اشوحهم مع بعض بطريقه تكون بسيطه. نحط زبده، نحط دقيق، نحط اي حاجه بس بعدين. كمان سنه زيت، نزود كمان بصلايه حلوه عشان تديني نفس مع الكرفس ومع الكرات، ونسيبهم خمسه كده يبدا يتشوحوا مع بعض ونرجع لهم تاني. هرجع للفراخ اللي كنا منتبلها من شويه وانزل بقى على الطاسه السخنه بالشكل ده. بسم الله. منظرها وهي نيه يعني تدينا احياء ان شاء الله هتبقى طعمها حلو. بيبان الاكل بيبان من عنوانه. سيبها شويه بس احاول يعني ايه خليها مش على بعضيها، مش عشان كل حاجه تستوي. قطعها رفيع جدا، مش تقطيعه شاورما ولكن تقطيعه البكاتا بس على صغير يعني ايه سنه كده. ونسيبها شويه وهرجع عندي هنا. دي انا بقلب مع بعضيهم اهو يتشوحوا شويه، البصل مع الكرفس مع الكرات. في عندي حلين. الحل الاول ان ممكن وانا شغال اضيف عليها لو حبينا بطاطسايه
او لو حبيت برضو اضيف عليها الزبده والدقيق، يعني ده موجود وده موجود. البطاطسيه ممكن يكون الطف النهارده ونسيبنا من الزبده والدقيق، بنعمل كده وبنعمل كده. البطاطسيه برضو بتتشوح اهي، شايفها البطاطسيه قد ايه، تاخدها من بتاعه الفراخ اهي، حط كده. دي اللي هتربط معايا. ليه بقى بتربط معايا البطاطسيه؟ دايما كلنا عارفين كويس قوي فكره البطاطس ان هي نشويات وتقيله، فبتربط معايا مش محتاج خالص. بسم الله، احط المرقه بتاعتي خضار واسيبها مع نفسها تعيش وتتعايش، تنقط عليها وتاخد وقتها. هرجع بقى للفراخ واقلبها. بص منظر الفراخ بقى عامل ازاي. اهو بالشكل ده، شايف الفراخ منظرها عامل ازاي؟ ورق، فبتستوي معايا بسرعه. ولون البابريكا ده شايف عامل ازاي مع النار، مديني قسط عالي جدا. طيب تعالى نعمل الابراي او التتبيله اللي بنتكلم عنها للاونيون رينجز او البصل المحمر. هجيب عندي الدقيق مع اللبن مع واحد عدد بيض. بنزل الاول بالبيض كده، وبعد كده بجيب عندي المضرب واشتغل واحده واحده، بحيث ان انا اخلي حاجتي تكون مظبوطه ما فيهاش حاجه ليها علاقه بسنه الزفاره. فلفل اسود طبعا كده اهو، وسنه ملح، واقلبهم مع بعض الاول. انزل عندي بسنه لبن ربع كميه مثلا، ربع كوبايه مثلا كده اهو، وابدا واحده واحده بالدقيق عشان اعمل الابراي بتاعي اللي انا عايزه كده، واقلب لحد ما الاقي العجين معايا او الخليط معايا بقى عامل اكني مثلا شغال بفكره الكريب اهو، بدا يتقل معايا. انزل عندي باللبن بتاعي كله مع بعض اهو، وابدا اقلب مع بعض اهو. تمام، هرجع ابص بس على الفراخ زي الفل. هنزل بالبصلايه على الوش، وكمان البطاطساية. هتقول لي هتعامل الاثنين مع بعض؟ اقول لك لا، ما انا خد بالك ان انا البطاطساية عندي برضو عايزه تستوي، والبصلايه دول هينزل دلوقتي عشان تبدا تجيب ميتها فتسوي لي البطاطس وكمان اللي باقي من الفراخ. نرفع كل المواعين. ونرجع تاني نقلب الفراخ مع البصل والبطاطس ونسيبهم شويه. ممكن لو عندي حل، لو عندي غطا حله اغطيها عادي جدا تتبخر، وهو ده المطلوب. هرجع تاني للخليط اللي كنت بشتغل عليه بتاع فكره البصل المحمر. قلبناه كويس جدا عشان ما يخرش منه اهو. نلم كل الجوانب، كل حاجه تكون مظبوطه. المعيار المظبوط يخلي معاك العجين او الخليط قدام حضراتكم واضح، مش محتاج نجود عليه او نتكلم. حلو الكلام، واضح كده. طيب هتدي له بهارات عباره عن ايه؟ هنروقه سنه ملح، ونديله كمان سنه بابريكا، ونديله كمان لو حابين سنه فلفل اسود او ابيض، ابيض افضل. ولو حبينا بقى توم باودر وبصل باودر، اي تجويد ما عنديش مانع. انا بكسر بس اللون بالطعم بتاع البابريكا، وكمان بفلفل اسود او ابيض زي ما اتفقنا، حبه ملح بساط، ما جودش عن كده ولا زود. الطبيعي ان ندخل الخليط ده يقعد له نصايه في التلاجه. ليه؟ عشان يتشمع، لان ده بيض مع دقيق، الطبيعي ان هم يمسكوا نفسهم شويه، لازم تاخد وقتها شويه في التلاجه عشان تتشمع. البوله مش عايز تخش التلاجه، ماشي خليها هنا كده. ونطلع بعد نص ساعه الخليط بالشكل ده. بص يا حماده هيكون التشميعه عملت ازاي، شايف؟ شايفها؟ بعد ما بتطلع بديها سنه خل بسيطه عشان ما يشربش مني زيت وانا بقلي. شايف المنظر؟
كريم شانتي. ماشي هرجع تاني للخضار. بص المنظر يا حماده، بقت لبتها. طب هتستوي ازاي دي؟ هيستوي تمام، بس لا مانع لو احنا ادينا تاتش مرقه بسيط بالشكل ده. بمناسبه المرقه بجيب عندي برده مكعبين مرقه خضار بتوع كنور برده مفرومين، بنزل بيهم على الشوربه عشان اطعم الشوربه وتكون معايا. ده مكعب وده مكعب من مكعبات مرقه كنور خضار. خلينا في الساده، لو احنا ما بنطبخش حاجه بعينها يعني، او ما بنطبخش فكره الفراخ مثلا او لحمه، احط عندي اللي انا عايزه. تقليبتين حلوين عشان خاطر ما تكلكعش مني المرقه. مكعبات المرقه دايما الافضل لما نشتغل بيها تكون معموله او مفرومه عشان ما نعملش الحركه دي، بعض الاوقات ما بتفركش كويس، فخلينا نكون في الامان احسن ان احنا نخليها مفرومه على ايدينا. طيب هبدا انزل عندي الـ 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 البصل في قلب التتبيله اللي عملناها عشان نبدا نحمر. لحظه واحده طلعك فاصل، اصبر عليا، ما تجيليش في وسط الشغل وتقولي طلعني فاصل. تابعني، انت لازم تاخد كورس شويه يا محمد يا خالد، تاخد كورس مطبخ، تخش المطبخ تشتغل في المطبخ، تعرف ايه فكره الطبق ده طالع امتى. ها صح يا محي، وده هيمشي امتى. يعني عندك مثلا خولي راجل مصور عظيم، خد كورس في المطبخ معايا ولا غلطان؟ محي نفس كله، منير كلكم زوز كله باشا واخد كورسات في المطبخ صح. حتى مي الواقفه اللي بتصورني ورا الميديا دي كله الا انت يا محمد يا خالد الا انت. بص كده، بص على ايه انت. المهم ان انا بقول له بص ويثبتني يقول لي اه ما بصش. ماشي طيب تعالى نجيب الفيجيتار، والاول عشان بس ما نعملش ايدينا فنبدا نشتغل على نضيف. نجيب عندنا اكياس الفيجيتار بتاعت كنور، الخضار نفتح المقص اسهل كده اهو، ونعمل كده كمان. الفراخ عايشه حياتها بقى زي ما حضراتكم شايفين، بتاخد وقتها في التسويه. خدت حبه ميه سخنين او حبه ملح، او ده الافضل، تديني نفس كويس تستوي كويس. بطاطس كمان تاخد وقتها، كله يبقى متظبط وتمام التمام. حلو الكلام، كلام جميل جدا. نسيب ده خلاص كده، شكرا، يلا خير تمام. هنجيب عندنا كده البصل، نديله لو حبينا سنه ملح بسيطه، سنه فلفل ابيض، سنه بابريكا، ونقلبهم مع بعض كده. نعم يا فندم. يعني اعمل ايه؟ عايز ايه يعني؟ نعم كده. انت عايز ايه؟ انتوا شاهدين، هو قال لي روح بص على الفراخ بصه كده بسيطه صح. انت شايف ايه في الفراخ عشان ابص عليها؟ نعم يا فندم. لو الضحكه اللي في ودني دي تطلع في السبيكر وتبان، قال لك افتكرتها اتحرقت والله. طب انا بقى هشتغل مع مغري ده ازاي بقى؟ النبي يا جماعه احنا المشكله دي يعني ازاي؟ قول لي، انا بكلم اخواتنا المصورين مش بكلمك انت. انت طبعا غلطان. الله، ننزل يا سيدي بالبصل على التتبيله بتاعتنا مش بتاعتكم، ونقلب كده اهو واحده واحده. غريب انت، كل ده عشان فاصل؟ يا عم اعمل واحده واطلع فاصل يا عم اهو كده اهو، ونعمل كده وكده وكده اهو كده اهو اهو. اطلع فاصل يا محمد يا خالد، مش الدرجه دي يا اخي، اطلع فاصل يا سيدي. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل مع حضراتكم، الطبق ده خلصان، عايز بس ياخد تشيلي صوص حبه كده على الوش، ده بيبقى في اخر طبعا الطبخه، بيديني البق كده يديني نفس صغير. مش شرط احط البول دي كلها على فكره، يعني هنشوف. ده الفراخ خلصان زي ما حضراتكم شايفينها. تعالى كده يا حماده، انت فين؟ مش هي دي كانت بحرها من شويه ولا انا غلطان يا جماعه؟ لا انت مش غلطان، انت لماح، بس انت دخلت لي عليها ايه دخله كده ايه قبضتني فجاه.
المفروض تكون ما بيننا وبين بعض. انا قلتها ليه على الهوا انا ما اعرفش، ما انت عارف ده ما بيسكتش. انت حظك عسل، انت حظك جد غطيني دفتني، عارف انت الكلام ده. حبه تشيلي صوص كده على الوش بس كده، ما نزودش عشان لو ما حدش بيحبه يبقى برده ما زودناش. وعندي الشوربه كمان خلصانه، ضربتها في الخلاط في الفاصل، هاجي هنا احط لها حبه كريمه متشكلي، والاوريو رينجز شغال في التحمير، يبقى الامور ان شاء الله زي الفل وكله في نفس المواعيد. ادي عندي الشوربه شغاله، اديها حبه الكريمه اللباني فتح اللون وتعمل قوام كويس، غلوتين متشكلين، ونسيبها شويه واحده واحده. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا بنقلب دلوقتي الاونر رينجز اهو. شايف المنظر يا حمود؟ انت فين؟ انت فين دلوقتي؟ انت كرين؟ يا عم اسكت بقى يا عم علاء بقى، خلينا نشتغل. ايوه انت عايز تقول كده. هقول لي هلغي الاربيز من ودنك. ايوه حلوه دي، صدق؟ قال لك ما تجيبش سيره الكاميرات وانا مش هجيب سيره الاكل. حاضر، حقك. بص منظر الاونر عامل ازاي؟ هو لسه في الحله او في الطاسه وهو بيتحمر. ده كده واحده ونطلع على طول. نرجع تاني للتشيلي صوص خلصان، نبدا نغرف، نجهز طبق بسيط كده واعمل كده. والحله ما بتكدبش على راي محمد خالد، ده هيطلع معاه البصل المحمر على الجنب، والشوربة نحضر لها طبق حالا عشان خاطر نطلعها. غلوة واحدة، لا تمام مش محتاجة حاجة، والبصل يطلع زي كده على مناديل على طول، ما يستناش. بص البصلية عاملة ازاي، تعالى ما تتكسفش اهو، شايفها؟ 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 يطلع على طول. ده معمول بطريقه زي ما حضراتكم شفتوها بسيطه جدا، بس بالفيجيتار بتاعكم نور الخضروات. لون الجولد احنا محتاجينه يعني من زيت سخن وغويط، بحيث ان انا ما اخشش في مرحله الايه الفككان. لو في التتبيله فيها حاجه ليها علاقه بالزيت هيبقى الموضوع معايا طالع في حته ثانيه خالص. لو حطيت مثلا فص توم في النص مثلا، فالزيت بتاعه يبدا يعمل عازل ما بين التتبيله وما بين الفراخ مثلا او اللحمه او البصل، اي حاجه بنحمرها مثلا، ده اللي بيبقى فيه مشكله عندي. اما لما بنحاول نكون حريصين شويه، حتى واحنا بنطلع نكون حريصين شويه. نطفي النار. اه شايف المنظر يا حمودي؟ اه نعمل كده، نعمل كده، ده بسيط جدا وسهل. بصل محمر مع الطبق. اطلع يا باشا، اتحرك يا فندم تحت امر، والله انت النجوميه. والشوربه خلاص خلصانه، غليت خلاص. اتفضل. وادي الشوربه، بسم الله، بالهنا والشفا. وبكده نكون خلصنا اخر طبق لحضراتكم. دي كانت حلقتنا، برضو حلتنا ثلاث اطباق اسهل من بعض. طبق الاولاني عملنا له حركه، فاكرين بالجبنه المكعبات مع الخضار مع حته لحمه صغيره. الطبق الثاني بالفراخ برضو مع البطاطس ومعموله برضو بالبصل بطريقه حلوه جدا، وبصل محمر كمان، ده مقدم لحضراتكم من كنور فاين فوز للخضروات او الفيجيتار الخضروات. والطبق الاخير هو شوربه البروكلي بكريمه وبطريقه سهله جدا، عايز نحط جبنه على الوش نحط جبنه على الوش. دي كانت حلقتنا وحلقه جديده، والسلام عليكم.